بسبب ركنة موتوسيكل يشعل مشاجرة في النزهة، والشرطة تضبط 12 متهم. خبر بيقول نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة من ضبط طرفي مشاجرة بمنطقة النزهة. تلقى اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطار بحدوث مشاجرة أمام أحد مكاتب توصيل الطعام عبر شبكة الإنترنت الكائنة بدائرة القسم، وبانتقاله لفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفي أول 6 أشخاص، أحدهم مصاب بكدمات وجروح بالوجه مقيمين بنطاق محافظة بني سويف، وطرف تاني 6 أشخاص برضو مقيمين بنطاق محافظة القاهرة، جمعهم مناديب توصيل للمكتب المشار إليه اللي هو الدليفري، وذلك بسبب خلافات حول ركن الدراجات النارية المستخدمة في أعمال توصيل الطلبات أمام المكتب المشار إليه، وتعدى خلالها الطرفين على بعض بالضرب مما نتج عنه إصابة أحدهم المنوه عنه. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ومواجهتهم أمام اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة مباحث العاصمة، اعترفوا بارتكاب الوقعة على النحو المشار إليه.